أجرى فريق مولودية وهران مباراة ودية بملحق ملعب ميلود هدفي عندما واجه وداد تلمسان من القسم الثاني هواة، وفاز فريق الحملي بثلاثية مقابل هدف واحد، تداول على تسجيلها كل من جنينة بهدف ومطراني الذي أضاف ثنائية. وأشرك المدرب ماضوي تشكيلة مختلطة تتكون من العديد من اللاعبين الغير مؤهلين من أجل تجهيزهم للمنافسة، خاصة مع اقتراب تأهيلهم. ومن جانبه أكد رئيس وداد تلمسان أن الهدف هذا الموسم هو الصعود وإعادة الوداد إلى مكانته الطبيعية. تغطية ياسر رشي. المباراة أكيد يعني كانت خاصة بالنسبة للاعبين اللي غير مؤهلين، يعني غير معنيين بالمنافسة، لا باش يعني يقعدوا في الريتم تاع التحضير تاعهم، دربوا اليوم صباح تدريب يعني لاباس به، والآن زادوا لعبوا مباراة ودية. المباراة كانت يعني من الناحية البدنية مفيدة جدا، حتى يعني من ناحية الاندفاع يعني وداد تلمسان قدم مباراة مليحة، شفنا شوطين يعني كان تنافس في شوطين المباراة حتى آخر دقيقة. أنا صابرين، أنا نخدموا مع ستاف تكنيك، إن شاء الله في أقرب وقت يخرجوا لي ليسونس باش نعاونوا صحابنا، هم يديروا اللي عليهم، هم يديروا مجهود بجد، وين جابوا أن بوان من واتسوف يعطيهم الصحة، ما يخفالكش باللي ماشي سهلة، كاين ديجا راهم يلعبوا كاع، إن شاء الله يخرجوا لي ليسون ان شاء الله ونزيدو نعطوهم ان بليس ان شاء الله. مفيد لنا من عده نواحي، من ناحيه صدر باش نخيموا اللاعبين تاعنا من الناحيه البدنيه، ومن ناحيه تكنيك وتكتيكيه صدر شفنا اخطاء ووقفنا على هذه الاخطاء وشفنا ايجابيات، ان شاء الله قاعد الامور نصلحوهم ونزيدو نعملوا عليهم بيسر. الحمد لله كما شفتوا مقابله وديه، مي كانت بنديه كبيره ومباراه ديربي مارغري زعما الفارق بين القسم الاول والقسم اللي رانا فيه، مي الحمد لله سمعنا هذه الخدمه اللي خدمناها مع المدربين، بالك شويه تقول مي الحمد لله استفدنا من المباراه هذه، وان شاء الله كما يقول لك ان شاء الله ان شاء الله تزيد ان شاء الله يبانوا كما يقول لك الاخطاء ونصحوهم في في في, في باقي المباريات الوديه ان شاء الله. انا شويه ساتيسفي يا شيخ، انا شويه ساتيسفي بور مو سي با، انا واش ما خسرناش 3-2 بور مو، انا بور مو ربحت، انا نلعب مع فريق عريق تاع مولوديه وهران اللي عنده شركه هيبروك واللي راه المورال راهم غايه، حنا رحنا بلا مورال تاع لي جوار تاع ريكروتمون، زعما رحنا زعما قدمنا، راكم شفتوا انتم كصحفيين راكم شفتوا، راه تبان بلي الفريق راه في احسن احوال.